وانت يا جهان عملتي نفس القصه أوه. يعني كنت ماشيه معاها نفس الطريقه. ايوه. كنت بتلعبوا ايه بقى يعني؟ كنت بتلعبوا ايه، خماسي 11 11 ولا لا؟ خماسي طول عمرنا مع الولاد خماسي. أوه. عشان برضو السرعات طيب بداتوا امتى بقى الاحترافيه، او بداتوا امتى تروحوا نادي وتبداوا تشتغلوا تدريبات وتشتغلوا كره نسائيه بقى؟ في 2014 14 بدانا في 2014. عملتوا ايه بقى في 2014؟ كان دخلنا وادي دجله. بدانا مع الناشئين. كسبنا بطولات كتيره، وبعد كده الكابتن كان عايز ان هو على طول يودينا الفيرست تيم، بس احنا كنا عايزين ناخد ستيب باي ستيب او الناشئين بعد كده فيرست تيم. بس وانجزنا كذا كذا دوري وكاس وبطولات ناشئين وفيرست تيم يعني. فيرست تيم. انا سمعت حاجه لطيفه ان انتوا كان عندكم بعض الاختبارات في انديه اوروبيه. حصل ايه بقى مع يوفي وميلان؟ احنا احنا جربنا معاهم في 2019. اه 2019. وكان المفروض ان احنا خلاص هنلعب، قررنا مع يوفنتوس، والمفروض ان احنا نلعب في 2020، بس حصل كورونا وكده فموضوع وقف يعني. وبرده احنا كان ساعتها كنا في اي جي، فقلنا لا خلاص احنا نكمل هنا اي جي وبعد كده نخش جامعه في ايطاليا. امتحنا واتقبلنا كل حاجه، بس طلع بقى كورونا فوقفت كل يا حاجه. يا حظ الوحش. انت فرحتيني قوي بموضوع اليوفي ده. اليوفي يعني انت لما قلت يوفي ومين رحت غمزت، قلت لا بلاش ميلان، خلينا في اليوفي. اليوفي كان ميلان برده كنا هنفرح بيكوا يعني، بس يعني اليوفي كانت حلوه. طيب